السيد محمد كريم الجاموسي وزيرا للعدل. أقسم بالله العظيم أن أعمل بإخلاص لخير تونس وأن أحترم دستورها وتشريعها وأن أرعى مصالحها وأن ألتزم بالولاء لها. السيد كمال مرجان وزيرا للوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية. أقسم بالله العظيم أن أعمل بإخلاص لخير تونس وأن أحترم دستورها وتشريعها وأن أرعى مصالحها وأن ألتزم بالولاء لها. السيد عبد الرؤوف الشريف وزيرا للصحة. أقسم بالله العظيم أن أعمل بإخلاص لخير تونس وأن أحترم دستورها وتشريعها وأن أرعى مصالحها وأن ألتزم بالولاء لها. السيد مختار الهمامي وزيرا للشؤون المحلية والبيئة. أقسم بالله العظيم أن أعمل بإخلاص لخير تونس وأن أحترم دستورها وتشريعها وأن أرعى مصالحها وأن ألتزم بالولاء لها. السيد نور الدين السالمي وزيرا للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية. أقسم بالله العظيم أن أعمل بإخلاص لخير تونس وأن أحترم دستورها وتشريعها وأن أرعى مصالحها وأن ألتزم بالولاء لها. السيد رونيت ترابلسي وزيرا للسياحة والصناعات التقليدية. أقسم بالله العظيم أن أعمل بإخلاص لخير تونس وأن أحترم دستورها وتشريعها وأن أرعى مصالحها وأن ألتزم بالولاء لها. السيد الهادي المكني وزيرا لأملاك الدولة والشؤون العقارية. أقسم بالله العظيم أن أعمل بإخلاص لخير تونس وأن أحترم دستورها وتشريعها وأن أرعى مصالحها وأن ألتزم بالولاء لها. السيد محمد فاضل محفوظ وزيرا لدى رئيس الحكومة مكلفا بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان. أقسم بالله العظيم أن أعمل بإخلاص لخير تونس وأن أحترم دستورها وتشريعها وأن أرعى مصالحها وأن ألتزم بالولاء لها. السيد أحمد جعلول كاتب دولة لدى وزيرة شؤون الشباب والرياضة مكلفا بالرياضة. أقسم بالله العظيم أن أعمل بإخلاص لخير تونس وأن أحترم دستورها وتشريعها وأن أرعى مصالحها وأن ألتزم بالولاء لها. السيدة بسمة جبالي كاتبة دولة لدى وزير الشؤون المحلية والبيئة. أقسم بالله العظيم أن أعمل بإخلاص لخير تونس وأن أحترم دستورها وتشريعها وأن أرعى مصالحها وأن ألتزم بالولاء لها. السيد سمير بشوال كاتب دولة لدى وزير التجارة مكلفا بالتجارة الداخلية. أقسم بالله العظيم أن أعمل بإخلاص لخير تونس وأن أحترم دستورها وتشريعها وأن أرعى مصالحها وأن ألتزم بالولاء لها.